أحبائي المشاهدين، الله معكم بفقرة جديدة من تعالى يا سيد. بهالتأملات الميلادية أحبائي، اليوم أنا وياكم بدنا نتأمل بمن أجل خلاصنا نحن البشر، من أجل خلاصنا. أحبائي، قبل كنا عم نحكي من أجلنا، يسوع حبنا لإلنا، حب كل واحد منا حب ما له حدود. هلا بدنا نجرب نتأمل من أجل خلاصنا. عن أي خلاص عم نحكي؟ أي مشروع يسوع حققه كرمالنا؟ بس مشروع التجسد؟ وهالمشروع شو بيحملنا؟ أحبائي، منذ آدم، منذ التكوين، منذ الجنة وعن سقوطه، الله وعد بمخلص وقال للمرأة: من نسلك، من نسل المرأة سيسحق رأس الشيطان. بيقول لها وقتها بيحكي للحية وبيلعنها وبيقول لها: على بطنك تسلكين وترابا تأكلين، واجعل عداوة بين نسلك ونسل للمرأة. هو يسحق رأسك، رأس الحية، نسل المرأة ليسوع المسيح. كما المرأة من بعد يسوع المسيح، رمز لأمنا العذراء مريم عليها أشرف السلام، سيسحق رأس الحية. هذا أصبح المعركة محسومة والانتصار محسوم، والوعد بالخلاص قد تحقق، مش بس بالتجسد منذ التكوين، ولكن كنا بعدنا بين المحقق وغير المكتمل. كانت عم بيكتمل الخلاص فقرة بعد فقرة، حدث بعد حدث، حلقة ورا حلقة، تيتحقق آخر شيء قمة الخلاص بتجسد الكلمة يسوع المسيح. وبهالتجسد يسوع حملنا الخلاص. كيف حملنا إياه أحبائي؟ يسوع بتجسد أحبائي صار من إنسان مثلنا، وفرجينا كيف بدنا نسلك كبشر. يعني أنا كإنسان إذا بدي نبش على حقيقتي، بدي أقف قدام مرايتي أعرف صورتي مين، مين أنا، شو الصورة وشو المثال اللي أحملون. مرايتي اسمها يسوع المسيح، المثال والقدوة اسمه يسوع المسيح بلا منازع. ما حدا مطرح يسوع المسيح، لا زعيم، لا فنان، لا بي، لا أم، لا قريب، لا آيدل أو إنسان منحبه، لا وثن، لا صنم بحياتنا. ما حدا أحبائي، يسوع المسيح وحده هو اللي بيستاهل يكون بقلب حياتنا، له كل محبتنا وكل انتباهنا. بقلب هالحياة أحبائي بيجي يسوع تحقق خلاص، خلاص أبدي، بس خلاص مش بضربة سحر. يسوع منه ساحر، يسوع إله بحب. وتقول بحب يعني هو بي، بيربي وبيمشي معنا، بيعمل معنا مسيرتنا، بقلب سقطاتنا، بقلب أوجاعنا، بقلب حتى عسارنا، حتى بقلب رفضنا. بنقول له أوقات ما فينا بقى نمشي معك، بضل يطول باله علينا، بيصبر علينا، بيعطينا إيده تنرجع نمشي معه ونتكل عليه. أحبائي، هيدا الخلاص منه مفهوم هيك أبسورب عبسي أو ما له معنى، إنما هو خلاص بيشمل كل حياة الإنسان. هو خلاص إنساني، هو خلاص اقتصادي، تما إنسان يجوع، تما إنسان يعطش، تما إنسان ينقص أي شيء من خيرات هالدنيا، لأنه كل خيرات هالدنيا معدة لكل إنسان الله عطيها. للأسف نحن اللي منمنع عن بعضنا البعض خيرات الله. هو خلاص سياسي تيكون في مشاريع وخطط هدفها محبة الإنسان وكرامة الإنسان. هو خلاص ثقافة تالإنسان يكبر وينمى بقلب حضارته وبقلب مجتمعه ويعيش كل مبادئ وقيم إنسانيته وأخلاقه. هو خلاص أحبائي اجتماعي تالإنسان يعيش علاقات، ينفتع على كل أخوته البشر ويعيش محبة والرحمة معهم. كنت جائعا فأطعمتموني، عطشانا سقيتموني، مريضا زرتموني، وسجينا فعدتموني. أحبائي، حضارة المحبة يسوع بتجسد إجا يثبتها، إجا يكرسها، خلق مفاهيم جديدة ما كانت موجودة بعالمنا. وهيدي المفاهيم
غيرت وجه الأرض. قالنا حتى حبوا أعدائكم اللي ما بحبوكم، لأنه إذا حبيتهم بحبكم أي أجر لإلكم. مشان هيك أحبائي بدعيكم وبدعي حالي تننفتح على هيدا الخلاص ونحققه بحياتنا، ونعرف إنه كلمة الله لإلنا تنعيش أبعاد خلاصنا وحياتنا مثل ما يسوع المسيح أعده لإلنا. وأعظم حدث فينا نعيش من خلاله هيدا الخلاص وننفتح على هيدي الحقيقة هو حدث الميلاد، لأنه بالميلاد الله فرجينا كيف إنه الملائكة عم تنشد الله، عم تنشد السلام على الأرض والرجاء الصالح، هالرجاء الصالح، هالانتظار، هالحب اللي بده يملأ قلوب البشر كلهم، هالروح اللي بده يفيد على البشر بتجسد الكلمة، لأنه كل وادي بده يملأ وكل جبل بده ينخفض تكل بشر يعاين خلاص الرب. مش هناك أحبائي دعوتنا نعاين مجد ربنا، جمال وجهه عم يشرق بحياتنا، ورجائي إنه يشرق بحياة كل واحد منكم. آمين.